مواقف كتير حصلت بين رجالة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وبين فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومواقف برضو بين مبارك نفسه والشعراوي كانت متسجلة في التاريخ، ومنها اللي حكاها مصطفى الفقي سكرتير مبارك للمعلومات في مناسبات كتير. بس يا ترى ليه الدنيا ما بين الشعراوي ومبارك كانت مش في أفضل حال؟ وإيه موضوع إن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لبس الشعراوي الجزمة؟ الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي كان مشهور جداً في مصر والوطن العربي، عاصر رؤساء كتير وعاش مع الملوك، وكان فيه فترات مهمة قوي في حياته، وأهمها فترة تواجده أثناء حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لأن الفترة دي كانت مشهورة جداً وحصل فيها حاجات كتير سواء من الشيخ الشعراوي أو حتى من مبارك نفسه. الدكتور مصطفى الفقي سكرتير الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عرض على مبارك في عام 1990 أنه يعين الشيخ محمد متولي الشعراوي شيخ للأزهر الشريف. مش بس كده، ده الفقي قال كمان أن لما مبارك عرض على الشعراوي المنصب ده رفض. بس الأهم أنه لما الفقي سأل الشعراوي: أنا رشحتك للرئيس مبارك عشان تكون شيخ الأزهر، هو أنت ليه بس رفضت؟ فرد الشعراوي: علشان هي اتعرضت عليا يا فقي، لأن فؤاد محيي الدين رئيس الوزراء في النظام السابق كان بيكرهني. الفقي كمان قال عن الشعراوي أنه كان ذكي جدا واحتك كتير بعلماء المسلمين في كل حتة في العالم، كمان كان تفسيره للقرآن الكريم كان تفسير لغوي وبيوصل للناس بصورة سهلة وبسيطة جدا. بس مش ده المهم، الأهم بقى أن سكرتير مبارك للمعلومات أكد أن الشعراوي عمل غلطة كبيرة جداً في وجود النظام السابق، وهي أنه لما الهزيمة حصلت في يونيو 67 سجد، فلما الفقي سأله قال له: عشان لو كنا فزنا كنا هنبقى جبابرة. سكرتير مبارك للمعلومات قال برضو أن العلاقة بين مبارك والشعراوي في البداية ما كانتش في أفضل حال، ما كانش في ما بينهم ود كبير زي بعد اللي حصل للرئيس الراحل محمد أنور السادات. الفقي أضاف أن الود بينهم رجع بعد اللي حصل للرئيس الراحل السادات، واللي بعدها بفترة وقف الشيخ الشعراوي بكل شجاعة قدام مبارك وقال له كلمته الشهيرة: إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعينك الله على أن تتحمل. مصطفى الفقي وضح أن معظم رجالة مبارك كانوا بيحترموا الشيخ الشعراوي جدا، عشان كده حصل موقف بين زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وبين الشيخ الشعراوي، وهو أنه لما كان الشعراوي في مرة بيصلي وكان في كتير من قيادات مبارك في الجامع، زكريا عزمي خرج مع الشعراوي من باب الجامع وسبقه بخطوة وكان بيلبسه الجزمة. بكده يكون تقريرنا النهاردة خلص، نتقابل على خير بإذن الله في مواضيع وحكايات تانية كتير هنقولها لكم في خمسة بالعربي.